دكتور عرفنا كده النهارده، عرف نفسك. طب. دكتور اسلام يوسف، اخصائي امراض قلب. طيب النهارده ايه الوضع فيه؟ هل في حالات جات لك ولا الجو مستقر؟ هو معظم الحالات اللي بتيجي نتيجه بس اعياء، نتيجه الحراره الشديده وحالات بيحصل عرق شديد مع الحالات، فبس مجرد بيحصل اعياء. انما بالنسبه لحالات القلب ما حصلش، يعني حتى الان هم حوالي 30 حاله. يمكن بس يمكن من الصبح لحد دلوقتي ما فيش ممكن الا حالتين ثلاثه بس هم اللي بيبقوا مصابين بالقلب، وحتى بيبقى الحالات بالنسبه لهم ثابته، يعني ما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم. انا حاسس الاستعداد النهارده الجمعه يعني غير اي جمعه. تمام صح كده؟ تمام. اول مره اشوف العربيات وتخصص القلب وكده، صح كده؟ تمام تمام. فدي حاجه جديده، عرفنا طب العربيه امكانياتها ايه والاستعداد كده ايه؟ هي حاليا دلوقتي بالنسبه للعربيات دي هي عيادات متنقله. تمام. العيادات دي وظيفتها ان لو في اي حاله بنكشف عليها، لو فيها محتاجه اي تدخل بعد كده بنحول ليها المستشفى. تمام. العيادات دي فيها ادويه بحيث ان لو في اي حد محتاج اي حاجه، ادويه سكر، ادويه قلب، ادويه ضغط، كل الادويه موجوده متاحه. دكاتره موجودين في اي وقت، لو في اي مشكله بنتدخل. ان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل وما نحتاجش حاجه. يعني الامكانيات دي جديده اول مره تنزل القاهره ولا هي القوافل الموجوده؟ لا الامكانيات الموجوده النهارده دي موجوده. لا هي الامكانيات موجوده بس اول مره تنزل ميدان التحرير. انا اول مره انزل في القوافل. انما انا نزلت قبل كده في المستشفى الميداني. انا بتكلم هنا لا في القوافل اول مره. كان في نيه قبل كده للنزول في التحرير بس ما حصلش، يعني كان في نيه لقافله بس تقريبا لدواعي امنيه ما حصلتش. يعني انا بقدم التوفيق وحاجه مشرفه لمصر صراحه، منظر جميل جدا وربنا يوفقك. احنا بس نخدم الناس بس، يا رب الناس ما تحتاج لناش. يعني ان شاء الله ان شاء الله يوفقك السنه دي، يعني حاجه يعني ان يشوف يخف على طول. الله يخليك يا رب. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. لا لا انا 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 صدقني هاخد شغلهم. انا هاخد شغلهم لان انا لسه جاي. طب ماشي. طب رايك كمواطن مصر، رايك كمواطن مصر؟ انا هقول لك حاجه. انا بالنسبه لي الناس دي بتعمل مجهود فوق الوصف. طب عرف نفسك. بعد كده الناس دي متطوعه فعلا للعمل. الناس دي بتشتغل بتستقبل الناس على اساس ان اي واحد حصلت اي مشكله حتى بالنسبه لضربات الشمس اللي ممكن تحصل هيستقبلوا الحالات دي، هيسعفوها اسعافات اوليه. فانا حاسس ان اصحاب المجهود الحقيقي الناس الفولنتير المتطوعه. انا دكتور احمد عبد الله جاي كاشراف، فاشوفهم في مواقعهم او ملتزمين او كده. انا سجلت معاهم بس انا عايز اقول يعني الامكانيات النهارده حاجه مشرفه. بس طبعا يعني بالتاكيد لان امكانياتنا بدات تظهر. واخد بال حضرتك اللي الناس كانت بتحاربه وبتهاجمه الاول بداوا يحسوا ان هو في مصلحتهم مش في مصلحه الغير. فادي عيادات متنقله بدات تظهر، ممكن تعمل مستشفى ميداني في اي لحظه من اللحظات، ممكن تعمل في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه عياده متنقله، ممكن تروح للمريض، ممكن تنقله لو احتاجت، لو في قصور في عربيه الاسعاف ممكن هي اللي تبتدئ تتحرك فيه. كل ده يعتبر بفضل عربيات موجوده زي دي. واخد بال حضرتك؟ يعني برغم ان انا زيارت قصيره للموقع لكن حسيت بجمال الموضوع وبجمال ان تكون عربيه زي كده موجوده عندنا. بالتوفيق يا دكتور. ربنا يوفقكم انتوا. شكرا دكتور. ربنا يوفقك. عادي في حالات بس عادي يعني اغماءات وكده من الشمس. الحمد لله يعني. يعني الوضع الحمد لله كويس يعني. طب ربنا يعينكم. انا شايف ما شاء الله الاستعدادات قويه يعني. لا احنا على طول هنا. ماشي. استاذ محمد؟ ماشي استاذ محمد. ربنا يعينك. قول له استاذ محمد. لكن ما هو عامل لك ربع يا عم ولا ايه؟ يا استاذ محمد ده؟ ايه يا عم؟ لا هي مش حاجه بس يعني عشان الحاجات لا عامة اي افادات بتبقى عن طريق 123 مش من عن طريقنا احنا. ماشي ماشي. صباح الخير.